السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حبايبي تلاميذ مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية، المادة رياضيات للصف الخامس الابتدائي، معلمة المادة رويدة علي. أهلا وسهلا بكم حبايبي الحلوين. حبايبي، درسنا لهذا اليوم هو شرح موضوع وحدات الكتل المترية، صفحة 173 وصفحة 174، وأيضا شرح موضوع التحويل بين وحدات الزمن، صفحة 176 وصفحة 177. نبدأ الآن بالموضوع الأول لدرسنا لهذا اليوم، وهو وحدات الكتل المترية، صفحة 173. أول شيء، وحدات الكتل المترية اللي هي 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام. 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام. طبعا ذني الوحدات التحويل هي حفظ ومهمة جدا. والواحد كيلوغرام يساوي 1000 غرام. إذا 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام، وواحد كيلوغرام يساوي 1000 غرام. طبعا الطن هي أكبر وحدة، والغرام هي أصغر وحدة بالنسبة لوحدات الكتل المترية. إذن 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام، والواحد كيلوغرام يساوي 1000 غرام. ملاحظات: إذا أردنا نحول من الوحدات الكبيرة، هي مثل من الطن، أريد أحوله إلى الكيلوغرام، إلى الوحدات الصغيرة، نستخدم عملية ضرب. لتحويل من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات الصغيرة، نستخدم عملية ضرب. نقطة رقم 2، لتحويل من الوحدات الصغيرة إلى الكبيرة، نستعمل عملية قسمة. أنتوا حفظوا وحدة من عدهن عمود، الباقي عكسها. مثلا نقطة رقم 1، إذا أريد أحول من الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة، نستخدم عملية ضرب. عكسها، من الصغيرة إلى الكبيرة، نستخدم عملية قسمة. طبعا هاي كلها الملاحظات، وهاي عندنا هنا وحدات التحويل هي 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام، والواحد كيلوغرام يساوي 1000 غرام. ذني راح تكون كتابة بالدفتر. والآن انتقل إلى حل فقرة تتأكد، صفحة 174. انثبت الملاحظات يمنى، وهي لتحويل من الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة نستخدم عملية ضرب. لتحويل من الوحدات الصغيرة إلى الكبيرة نستعمل عملية قسمة. الآن أكمل الجمل الآتية. نقطة رقم 1، 5000 غرام يساوي فراغ كيلوغرام، يعني هاي من الصغيرة إلى الكبيرة، اللي هي غرام إلى الكيلوغرام. من الصغيرة إلى الكبيرة نستعمل عملية قسمة. زين، على يا رقم إحنا نقسم؟ عندنا إحنا التحويل اللي هي 1 كيلوغرام يساوي 1000 غرام، يعني لازم هنا نقسم هذا العدد على 1000. نقسم هذا العدد على 1000 ويساوي 5. إذا قسمنا 5000 على 1000، 3 أصفار كلها تروح، تبقى 5 على 1 ويساوي 5، ويساوي 5 كيلوغرام. يعني 5000 غرام يساوي 5 كيلوغرام. نقطة رقم 2، لدينا 6 كيلوغرام، 6 كيلوغرام هي الوحدات الكبيرة، أريد أحولها إلى الوحدات الصغيرة، إيش قد يساوي؟ نستخدم عملية ضرب. يعني 6 كيلوغرام يساوي 6000 غرام، نقطة رقم 3، 3 طن، 3 طن إيش قد يساوي كيلوغرام؟ 3 طن، يعني من الوحدات الكبيرة اللي هي الطن إلى الوحدات الصغيرة نستخدم عملية ضرب. يعني نضرب العدد 3 في 1000 ويساوي 3000، نقطة رقم 4، 8000 كيلوغرام يساوي طن، يساوي فراغ طن. عندنا للتحويل من الوحدات الصغيرة إلى الكبيرة نستخدم عملية قسمة. يعني هذا 8000 نقسمه على 1000 ويساوي 8، نقطة رقم 5، لدينا العدد 15600 غرام، نريد نحوله إلى الكيلوغرام، يعني من الوحدات الصغيرة
إلى الكبيرة، من الوحدات الصغيرة إلى الكبيرة نستخدم عملية قسمة، يعني هذا لازم العدد نقسمه على ألف، لازم عندنا هذا العدد نقسمه على ألف، يطلع لنا الناتج 15 عدد صحيح فارزة 60، 15 عدد صحيح فارزة 60. نقطة رقم 6، لدينا العدد 6750 كيلو غرام، أريد أحوله كم غرام هذا؟ كم غرام يعني هنا من الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة نضرب نستخدم عملية ضرب، وكله في ألف، سواء قسمنا أو ضربنا كله راح يكون في ألف أو تقسيم على ألف، يعني هنا نضرب في ألف، الآن نضرب في ألف يطلع لنا هذا الناتج. الآن أضع أحد الرموز اللي هي أكبر أو أصغر أو يساوي لتصبح كل عبارة من ما يأتي صحيحة. الآن لدينا نقطة رقم 7، عندنا العدد 5300 غرام، يا هو الأكبر أو يا هو الأصغر؟ ويا أريد أقارنه ويا العدد 3 كيلو غرام، 3 كيلو غرام. الآن يا هو الأكبر، هذا العدد أم هذا العدد؟ راح يكون عندنا هذا العدد هو الأكبر، راح يكون عندنا هذا العدد هو الأكبر، لأن يمثل هذا العدد إذا أريد أحوله إلى الكيلوغرام راح يمثل لي 5 كيلوغرام، 5 كيلوغرام، وشي أكيد يا هو الأكبر، 5 كيلوغرام أم 3؟ شي أكيد 5 كيلوغرام هي الأكبر. نقطة رقم 8، عندنا 2 كيلوغرام و400 غرام، يا هو الأكبر ويا 4500 غرام؟ هنا راح يكون 4500 غرام هي الأكبر، هي الأكبر. نقطة رقم 9، عندنا الآن المقارنة بين 3 طن و هنا عندنا 500 كيلو غرام و 2500 كيلو غرام. الآن يعني أريد أقارن بين هذا العدد وهذا العدد، هنا لو أجمعهم ايش قد يساوي؟ لو أجمع 500 زائد 2500 يساوي لنا هنا 3000 كيلوغرام، يساوي 3000 كيلوغرام، 3000 كيلوغرام هو مو نفس 3 طن، إذا هذا هنا يساوي، إذا هاي عندنا الآن يساوي، لأن هذا 3000 كيلوغرام هو نفسه يساوي 3 طن، هو نفسه يساوي 3 طن. نقطة رقم 10، الآن 700 كيلوغرام ويا 7 طن، ويا 7 طن، يا هو الأكبر؟ هنا شي أكيد راح يكون 7 طن هو الأكبر، 7 طن هو الأكبر، لأن يمثل 7000 كيلوغرام، لأن يمثل 7000 كيلوغرام، أما هنا عندنا 700، هنا إذا أريد أحوله للكيلوغرام يصير 7000، فهنا شي أكيد راح يكون أكبر من 700. نقطة رقم 11، تحمل سيارة 2 طن من التمر العراقي، كم كيلوغراما حمولة السيارة من التمر؟ هنا عندنا 2 طن من الكيلوغرام من التمر، إذا هاي الاثنان في ألف ويساوي 2000 كيلوغرام، 2000 كيلوغرام. نقطة رقم 12، نقطة رقم 12، قطار لنقل البضائع حمولته 12000 طن، احسب حمولته بالكيلوغرام، احسب حمولته بالكيلوغرام، يعني نحول من الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة اللي هي كيلوغرام، نستعمل عملية ضرب، يعني هذا 12000 نضربه في ألف ويساوي 12 مليون كيلوغرام، ويساوي 12 مليون كيلوغرام. نقطة رقم 13، لدى أمانة بغداد موقف لقياس حمولة المركبات على الخطوط السريعة، فإذا كانت حمولة مركبة محملة بالمواد الإنشائية 80 طن، ما مقدار حمولتها بالكيلوغرام؟ هنا نفس الشيء، عندنا هذا العدد 80 نضربه في ألف ويساوي 80000 كيلوغرام، 80000 كيلوغرام. إذن الآن حبايبي انهينا الموضوع الأول لدرسنا لهذا اليوم، هو وحدات الكتل المترية. الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني لدرسنا لهذا اليوم، هو التحويل بين وحدات الزمن، صفحة 176.
لازم نعرف الوحدات الزمن. أول شي الدقيقة تساوي 60 ثانية، الدقيقة الواحدة تساوي 60 ثانية، الساعة تساوي 60 دقيقة، الساعة تساوي 60 دقيقة، اليوم يساوي 24 ساعة، اليوم الواحد يساوي 24 ساعة، الأسبوع يساوي 7 أيام، الأسبوع يساوي 7 أيام، السنة تساوي 12 شهرًا، السنة تساوي 12 شهرًا. إذن هي وحدات التحويل: الدقيقة تساوي 60 ثانية، الساعة تساوي 60 دقيقة، اليوم يساوي 24 ساعة، الأسبوع يساوي 7 أيام، والسنة تساوي 12 شهرًا. 12 شهرًا. طبعًا ذني الوحدات جدًا حفظ ومهمة. أيضًا للتحويل من الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة نستخدم عملية ضرب، وللتحويل من الصغيرة إلى الكبيرة نستعمل عملية قسمة. وأيضًا راح تكون كل هاي حبايبي كتابة بالدفتر، كل هاي راح تكون كتابة بالدفتر. والآن ننتقل حبايبي إلى حل فقرة تتأكد صفحة 177. طبعا فقرة تتأكد راح تكون حل بالكتاب، فقرة تتأكد راح تكون حل بالكتاب. الآن أكمل الفراغات. نقطة رقم 1: 7 ساعة يعني 7 ساعات، كم دقيقة تساوي؟ 7 ساعات كم دقيقة تساوي؟ يعني لازم نضرب، احنا نعرف الدقيقة، الساعة تساوي 60 دقيقة، الساعة تساوي 60 دقيقة، يعني لازم نضرب 7 في 60، لازم نضرب 7 في 60 ويساوي 420 دقيقة، 7 ساعات تساوي 420 دقيقة. نقطة رقم 2: 6 أيام كم ساعة تساوي؟ 6 أيام كم ساعة تساوي؟ الآن هنا عندنا اليوم الواحد كم ساعة بي؟ اليوم الواحد، اليوم الواحد يساوي 24 ساعة. زين، احنا عندنا 6 أيام، يعني لازم نضرب 6 في 24، نضرب 6 في 24 ويساوي 144، يساوي 144. نقطة رقم 3: 2 سنة كم شهر تساوي؟ احنا نعرف السنة الواحدة تساوي 12 شهرًا، السنة الواحدة تساوي 12 شهرًا. زين، احنا عندنا 2 سنة، سنتين، يعني نضرب 2 في 12 ويساوي 24 شهرًا، ويساوي 24 شهرًا. الآن نقطة رقم 4: 400 ثانية كم دقيقة تساوي؟ 400 ثانية كم دقيقة تساوي؟ احنا الدقيقة الواحدة تحتوي على 60 ثانية، الدقيقة الواحدة تحتوي على 60 ثانية. زين، للتحويل من الوحدات الصغيرة اللي هي الثانية الى الكبيرة اللي هي الدقيقة نستخدم عملية قسمة، يعني نقسم هذا العدد 400 تقسيم 60، 400 تقسيم 60 ويساوي 6 فارز 6، ويساوي 6 فارز 6، يعني 6 عدد صحيح فارز 6 جزء من 10. نقطة رقم 5: 8 أسابيع كم يوم تساوي؟ 8 أسابيع كم يوم تساوي؟ تساوي 56 يوماً، لأن إحنا نعرف الأسبوع الواحد يحتوي على 7 أيام، الأسبوع الواحد يحتوي على 7 أيام. زين، إحنا عندنا 8 أسابيع، يعني نضرب 7 في 8، 7 في 8 يساوي 56، 7 في 8 يساوي 56. نقطة رقم 6: عندنا الآن 144 ساعة، كم يوم تساوي؟ 144 ساعة كم يوم تساوي؟ تساوي 6 أيام، طبعا موجودة هاي الآن بنقطة رقم 2، تساوي 6 أيام، تساوي 6 أيام. نقطة رقم 7: عندنا 7 ساعات كم دقيقة تساوي؟ هاي أيضا نفسها بنقطة رقم 1 إعادة، اللي هي 420 دقيقة، يساوي 420 دقيقة. نقطة رقم 8:
نقطة رقم 8، 97 ساعة كم يوم تساوي؟ 97 ساعة كم يوم تساوي؟ إحنا اليوم الواحد يحتوي على 24 ساعة، يحتوي على 24 ساعة. الآن أريد أحول من الوحدات الصغيرة الساعة إلى الأيام. كم يوم يعني تساوي؟ تساوي 4 أيام وواحد ساعة، يعني 4 أيام وساعة. نقطة رقم تسعة، لدينا العدد 3615 دقيقة. هذا العدد كم ساعة يساوي؟ يعني لازم هذا العدد نقسمه تقسيم 60 من الوحدات الصغيرة إلى الكبيرة، تقسيم 60 ويساوي 60 ويساوي 60 وخمسة عشر ثانية، يساوي 60 وخمسة عشر ثانية. نقطة رقم 10، 93 يوم كم أسبوع يساوي؟ يعني لازم إحنا نعرف إنه الأسبوع يساوي 7 أيام، يعني لازم نقسمها على 7 ويساوي هنا من يوم إلى أسبوع، يعني من الوحدات الصغيرة اليوم إلى الأسبوع الوحدات الكبيرة، نستخدم عملية قسمة، نقسمها على 7 ويساوي 13، ويساوي 13 واثنان يومين، يساوي 13 أسبوع واثنان يومين. إذن حبايبي هاي كلها راح تكون حل بالكتاب، هاي كلها راح تكون الحل بالكتاب. نكمل فقرة تتأكد. نقطة رقم 11، تنسج دودة القز حول شرنقة من الحرير وتعيش خاملة داخلها مدة أسبوعين وبعدها تحول إلى فراشة، ما عدد الأيام التي تقضيها الحشرة داخل الشرنقة؟ كأيام هي شقد المدة كاتب النينا؟ أسبوعين، يعني كم يوم هالأسبوعين؟ كم يوم الأسبوع الواحد؟ 7 أيام، إذا أسبوعين يعني يساوي 14 يوماً، يساوي 14 يوماً. نقطة رقم 12، تتألف المباراة الرسمية لكرة القدم من فترتين مدة كل منهما 45 دقيقة، ما الفترتين بالثواني؟ يعني هنا الدقيقة الواحدة 60 ثانية، يعني لازم هنا نحول من الدقيقة إلى الثانية، نحول من دقيقة إلى الثانية، نضرب يعني هنا 45 في 60 يساوي عندنا 5400 ثانية. نقطة رقم 13، وصل باسم إلى مدرسته الساعة 8 صباحا وغادرها عند الساعة 1 ظهرا، ما عدد الدقائق التي أمضاها باسم في مدرسته؟ ما عدد الدقائق التي أمضاها باسم في مدرسته؟ هنا عندنا 300 دقيقة، 300 دقيقة هي عدد الدقائق التي أقضاها باسم في مدرسته. نقطة رقم 14، أمضت شيماء في تحضير واجباتها 180 دقيقة، ما عدد الساعات التي أمضتها شيماء في تحضير واجباتها؟ إحنا عندنا ما عدد الساعات، يعني الساعة الواحدة قد تساوي كم دقيقة؟ تساوي 60 دقيقة، الساعة الواحدة تساوي 60 دقيقة. والآن لتحويل من الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الكبيرة نقسم، إذا الآن 160 تقسيم 160 تقسيم 60 يساوي 3، يساوي 3 ساعات اللي هي التي أقضتها شيماء في تحضير واجباتها، في تحضير واجباتها. هاي أيضا راح تكون الحل بالكتاب، هاي أيضا راح تكون الحل بالكتاب. ونفس الشيء بالنسبة للموضوع الأول، وحدات الكتل المترية، أيضا حل فقرة تتأكد راح تكون بالكتاب. واضح حبايبي؟ إذا حبايبي إلى هنا ينتهي الدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم، ومع السلامة.